يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كي بغيتي. أهلا بكم. الحلم هو ذلك الجسر الذي يربط بين حلاوة الخيال ومرارة الواقع. فخطوات النجاح وتحقيق الأهداف تبدأ بحلم، ومن نقطة الصفر إلى محطة الوصول إما الانتصار أو الهزيمة، والفرق بينهما هو في قوة العزيمة. فما أحلامك وهل حققتها؟ لنشاهد. طبعا هذا الحال كل واحد عنده الحلم ديالو. الحلم كيختلف من شخص إلى آخر، كاين اللي عنده حلم صغير وكاين اللي عنده حلم كبير. شخصيا الحمد لله استطعت بأني حقق بزاف ديال الأحلام، لأن الأحلام كتختلف على الفترة العمرية. الحلم ديالي نكون ممثلة ومغنية ودانسيز. الحلم ديالي إنسان يعمل المستقبل ديالو ظاهر، يكون مرتاح في مستقبلا، يشوف ولادو بخير مزيانين فهمتيني، ويطلب دائما السعادة. الحلم ديالي نعمل المشروع ديالي من بعد ما نسالي قراية، نعمل المشروع ديالي بروجي بيرسونيل ديالي. عندي بزاف الأحلام، ولكن يعني حلم واحد خصني نغني، خصني نوصل كيف ما اول واحد، كيف ما اي واحد في العالم خصو يوصل، فهمت؟ الا جينا نهضروا على الحلم واحد الحاجه كبيره بزاف. ما نقدرش نقول لك اكزاكتومون شنو هو الحلم ديالي، ما نقدر نقول لك ان الناس كاملين كيحلموا، كل واحد عنده ليدي ديالو، كل واحد فاش كيخمم. بالنسبه لي كنقرا وكنفكر نكمل ليزيتود ديالي، نبدا واحد بروجي ديالي بروفيسيونيل اللي غيكون ما نقدرش نقول لك، لان باغي نخليه توب سيكري، وميم طون نكون واحد الاسره ديالي، يكونوا عندي دي زونفون، يكون عندي واحد لا في بروفيسيونيل ولا في بيرسونيل ديالي بغيتي. انا الحلم ديالي نولي ان دي سلامور ماروكان، فهمتي، نوصل واحد الميساج ديال السلام والسلام. انا الحلم ديالي انني نكون طبيبه. بصراحه انا ما شاف في المشوار ديالي نكون ان شاء الله نتوفى ان شاء الله. الحلم ديالي هو نكون ارتيست، نطلع في شي فيستيفالات كبار ان شاء الله وكذا، وان شاء الله مع الوقت ان شاء الله يكون داكشي. الحلم ديالي هو اني نعيش في نورمال، حياه عاديه تقريبا، اللي هي كانت انك تكمل القرايه ديالك، تفوندي اون فامي، تجوز. كان عندي احلام وكنت كنتمنى تكون عندي طوموبيل، لان في هذا الوقت صعيب باش تسارى او لا الدور ما يكونش عندك طوموبيل. حلم الواعر زعما اللي كنت ما كنتش كنظن انه غادي يتحقق لي في هذه الشركه هذه، هو انني نمشي للعمره. الحمد لله وصلت حققت الحلم ديالي، وعندي الحمد لله طوموبيل دابا، وباقي عندي احلام، باغي نقري وليداتي نوصلهم للخارج، ويكون عندي واحد الدخل اللي يكون كبير، والحمد لله ان شاء الله غنحاول نحققو باش نقري وليداتي يكونوا مزيانين. انا كنقرا دابا باش نوصل للحلم ديالي، وان شاء الله نتوفق ان شاء الله. يعني في المغرب ما تحققوش، فهمتي، كتمل واحد الحلم في راسك وتموت وانت تحاول، بحال اللي كيقولوا، فهمتي كيف؟ بديت كنحقق شويه الحمد لله، خرجت الالبوم الاولاني نسى الموسيقى ديالي، وخرجت جوج كليبات عندي في يوتيوب وهذاك، ومزيان الحمد لله. حنا ماشي في الطريق، جو في با مال دو بيس دو تياتر دو كوريغرافي. نتمنى ولي سويرتي. بالنسبه لي احلام صغيره تحقق بزاف العديد منها، وبالنسبه ل احلام كبيره مازال ان شاء الله في الطريق، وتنتمناو انها تحقق، رغم انها تكون بعيده تيبقى داك الامل بان راه واحد يوم من الايام غادي تحقق ان شاء الله. الحمد لله حنا خدامين عليها باش نحققوها، غير كان خاص شويه الصبر وشويه ديال الوقت باش نحققوا ديك الاحلام ديالنا. بيان سور انا ماشي كنحقق، وصلت تقريبا واحد 40% ديال تحقيق الاحلام ديالي، والونتوراج ديالي كيزيد يعاونني في بزاف ديال الاحلام، وكنشوف كنحاول نعمل هكذا وهكذا، يعني ماشي كنبقى في واحد لوبجيكتيف الا تفيكسا يعني ضروري توصل له من بعد. انا باقي في نص الطريق، على حساب ما كاينش اللي يعاونك، ما كاينش. حنا كوليكتيف ديال كافي سلام طونجي معروف في طنجة هنايا، ولكن ما كاينش اللي غادي يعاونك، ما كاينش اللي غادي يعطيك، ما كاينش اللي يسبورتك. تقريبا يمكن لك تلقى شي ناس يدعموك، يمكن لك تلقى شي ناس كاع كاريمون يحطموك. بالحق كتبقى ديما انت وراسك، انت التحدي اللي تحط لراسك فين تقدر توصل به. بالنسبه لي انا شحال من حاجه اللي نورمالمون كنت باغيها درتها، وشحال من حاجه اللي باقي ما درتهاش ومازال كنتقاتل. هذا هو الوقت، الا ما تقاتلتيش في هذا الوقت تقريبا ما توصل حتى شي حاجه.